تردد اثنين اللي هي الدستنس المسافة حكينا شو اثنين نعمل حتردد بعد التردد ترجع على نقطة صفر إشارة المسافة اللي رح نعملها شو يعني أنا أعمل بيني وبين الثاني مسافة بمد إيدي وبعمل دوران 360 درجة عشان كل حدا حوالي يضل بعيد عني في قدر إيدي مثلا عمار اعمل مثال واحد أوكي اثنين تردد تردد اثنين تردد برجع شو مسافة دوران 360 درجة نعمل ثلاث اوكي بليز عطل مسافة تردد يا عمار بس بتشوف مسافة ايوه اوكي بس حلو مسافة عطس 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 ايوه اوكي تمام تمام نعمل دائرة طيب حبيت اللعبة طيب هلا احنا موضوعنا غير سكرول ايش كان شعوركم في بداية التسكير او الحجر؟ ايش الغريب يعني عن العادي يعني وصعب التأقلم يعني عليه بالاخص يعني من كثير نواحي مثلا مدرسه تدريبات كثير اشياء مثلا انلغت كان صعب شوي التاقلم بدايه يعني منير واجه مشكله موضوع التاقلم مش جديد عليه انه يتسكر وما يطلعش من البيت ولا مدرسه ولا تدريب اوكي هاي صعوبه واجهته انا رايي براي منير بس الشيء الحلو كان ضليت قاعده في الدار ما عنديش التزامات مش مسؤوليات يعني طيب لمار شو رايك بموضوع التسكير في بدايه التاقلم؟ كان شيء حلو بالنسبه لك او مش حلو مش حلو عشان شو؟ عشان المدرسة عشان اسم معين نادي طلعة مشوار عشان شو ايش بحبوا اكثر يعني؟ طيب فترة الحجر في وقت حسيتوا فيه انه انتوا لحالكم او وحدين؟ اشي اشي لا مثلا اوكي انا شو رايك؟ حسيتي بوحدة بلحظة ما؟ لا ممكن احكي؟ الاشياء اللي انا مخطط لها بعد الحجر الصحي اني اسويها هيك انت بتفكر يعني منير بس يقعد لحاله بقعد يفكر انه بعد الحجر وبعد كورونا ايش بده يعمل؟ ايش بخطط؟ كمان بدي اسمع منكم ايش بتفكروا وقت بتكونوا لحالكم؟ كيف بده يصير العالم بعد كورونا؟ بتفكري كيف بده يصير العالم بعد كورونا؟ اوكي حلو، طب بس تكونوا لحالكم يعني مثلا انتوا قاعدين وحيدين الشعور اللي بينتابكم اي شعور؟ شعور حلو ولا مش حلو ولا خوف مثلا ما بعرف مثلا انت بتقول لحالك قديش اكثر شعور بتصير؟ باي اتجاه؟ انت ملل اوكي هدوء اوكي برضه انا ملل يعني نقدر نتخطى الجائحة اللي احنا فيها وكل الشغلات اللي هاي الجائحة صارت عندنا عقبة باتجاه الشغلات اللي احنا بنحب نعملها زي اللي بحب يروح على المدرسة اللي بحب يروح بحب يزور اهله مش عارف وين بحب يسافر فاحنا نفسيا لازم نقوى شوي ونكون متهيئين بانه نتخطى كل هاي الشغلات مربع معين لهم يتحركوا فيه. بأول مرة لما تكون آية قائد رح أعير 30 ثانية. آية تعمل شو؟ هون آلاء، عمار هون قائد، هون آية.
تعملي عشان في حدا تابع حلو مش شرط يعني انه دائما تقعد ممكن في يعني هذا قد ما بدي اكون مدير مثلا اذا شبعت على عصف مدير قد ما بدي اكون حدا مسؤول عن شيء اكيد في دائما حدا مسؤول عني صح فهذا شيء يعني مش عيب بالعكس عادي اوقات احنا بنحب او مثلا انا ما عندي خبره معينه في مجال معين ممكن اني اتعلم من ليدر معين فعمار احكي لي انت ليش حبيت تكون كاب تحدي عشان اشوف ايش بيعمل القائد واتحدى اعمل زيه حلو كثير ممتاز طيب انا ليش حبيت تكوني قائد عشان ما تقيد الحركات حلو الشخصيه اللي انتم بتحبوا انها تكون قائد عليه او قدوتكم او حدا بتحبوا تعملوا زيه او تقلدوه بشيء معين الا كل حدا فينا عنده قدوه معينه بحب يكون زيه او يعمل زيه يعني انا مثلا مثل المدرب اوكي بصير حدا ثاني ما بعرف شوف مثلا امها وابوها طريقه تفكيرهم كثير حلوه طريقه حلهم للمشاكل المناسبه طريقه تفاهمهم حلوه بتحب انها تعيش زيهم تكون زيهم هذا شيء كثير مهم اصلا ايش كمان هون حكت زي المدربه هون حكت زي اهلي احكي يا كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو مثلا هي قدوتها بتحب انها تعمل زيه وتتعلم منه شغلات اللعبة هاي اسمها get your back راح يكون انا مثلا هي انه محمد مثل ظهري لظهر محمد بس ما راح الزق فيه راح اخلي مسافة بينه وبينه لانه موضوع المسافة شيء كثير مهم بينه في البداية راح نكون واقفين على رجلين هاي راح اكون مسموح لي استخدم ايد واحدة انا مسموح لي استخدم ايد واحده وهو مسموح لي استخدم ايد واحده كل حدا فينا معي فلما المدرب يحكي جو راح الف انا محمد بسرعه وانا راح بعد حكون جاهز الرقم اللي بدي اياه بايدي ممكن اعمل جو ثلاث هو عمل اثنين وانا عملت واحد قد ايه مجموعهم؟ ثلاث اللي بيحكي ثلاث اول باخذ نقطه اوكي يعني كمان مره كمان مره ركزوا منيح ايد واحده احنا بنستخدم جو سته هو حكى اول سته مجموع اصابع واصابعه سته فاللي بجاوب اول باخذ نقطه تمام هاي في اول مره بس بتاني مره راح يصيروا ايدتين عشرة جو كم مره يلا جو اوكي هلا نفس الشيء وايد واحده بس وانتوا واقفين على رجل واحدة لما احكي جو بدكم تلفوا بسرعة وانتوا على رجل واحدة جو هلا وقفوا عادي على رجلتين وقفوا عادي نزلوا رجلكم جو 20 19 مرة جو 15 واحد ما عرفتش
تايم استنى شوي. هلا انا هيك حفظت الحركات وحفظت ايه معك بعض اوكي؟ يلا. طيب هلا بدك تشوفوا مين اول شيء راح يعمل حركات ومين بده يحذرهم. بده يكون اثنين كيف كنا قائد وتابع. اوكي هون حددوا عمار. هاي. ايه. مين اول؟ ملك وديان. طيب هدول اللي حددناهم هلا القائد مثلا. بيكون تعملوا ثلاث ايماءات. بس الترتيب اللي بدك اياه من هذا اللي حكيناهم انت يوم تحضركم كنت وصلت وانا شايفته طيب يعني مثلا ممكن تعمل سعيد يلا دول سعيد نعم صحيح المكان فيها رياضيات وحساب اثنين وثلاثة، ايش رايكم؟ بتحبوا الرياضيات؟ اه حلو كمان؟ بتقبل الرياضيات بتقبل الرياضيات اوكي طيب اوكي هلا احكوا لي عن الجزء الثاني وقت دخلنا على مرحلة التعبير عن الشعور سعيد وحزين وغضبان تواجهي صعوبة بانك تعبر عن شعور هبة؟ بسرعة ببين علي ببين عليك اوكي آية سهل تعبر عن شعورك لمار سهل. طيب هل سهل عليكم تقدروا تقرأوا شعور اللي قبالكم؟ يعني مثلا اني انا اشوف هبة اقدر اعرف هل انا عندي القدرة اقدر اعرف اذا هبة بهذا الوقت زعلانة حزينة او كيف ملامح وجهها عندكم القدرة على قراءة شعور الغير بسهولة او لو هو حسب الشخص صعوبة صعبة مش سهل